السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، معاكم أخوكم أحمد العربي. كل سنة وأنتم طيبين. هنكمل درس النهاردة يا جماعة، أو الشرح بتاع النهاردة هو الإرسال بالأكسس بوينت 7510 إن والاستقبال باللوكو. الدرس اللي فات أو الشرح اللي فات بتاع الجهاز ده يا جماعة، كنا عاملين إرسال باللوكو ستيشن وبتستقبل بالجهاز ده. إحنا عشان كنا قلنا للناس أو وعدنا للناس إن إحنا هنعمل شرح تاني، هنبدأ نرسل بالجهاز ونستقبل باللوكو ستيشن ونجرب على الطباعة زي ما أنتم عارفين. هنبدأ نشرح النهارده هنعمل ايه يا جماعه. زي ما انتم شايفين المود طبعا هيكون في الاكسس، طبعا اكسس بوينت، طبعا هنبدأ نعمل التشانل ولا يكون اللي هو اسم الشبكه، ولا يكون اتش اتش، هيكون مثلا كي كي احمد كي كي 7510 للدوله مثلا يونايتد ستيت. التشانل بتاعي اوتو، المود 11 ان اي اتش تي 20، وطبعا زي ما انتم عارفين التي اكس اي هيبقى 65 ايه ميجا بايت. نبدأ نضغط على علامة الصح فوق، enable wireless radius، ونبدأ نضغط على علامة الصح تحت، ونبدأ نعمل ايه سيف. نبدأ نضغط على كليك هير، ونبدأ نعمل ايه يا جماعة، حفظ الاعدادات بتاعة الاكسس بوينت اللي هو 7510. زي ما انتم عارفين قلنا الاكسس ده يا جماعة بيركب له كونكتور تحت وبيركب له انتنة، يبقى يوزع 360 درجة او يركب على سطور بتردد 5 جيجا هرتز. طبعا زي ما انتم عارفين التردد ده ما بيشوفوش الا اللوكوهات او النانوهات او نفس التردد، يعني ما بيشوفوش موبايلات او تابلت او اي كلام من دول. زي ما انتم عارفين هنخش على اللوكو بتاعنا، زي ما انتم شايفين اهوت احنا عاملين اللوكو بتاعنا يا جماعة. نبدأ نخش عليه، كنا عاملين المرة اللي فاتت اكسس بوينت، طبعا هنبدأ ناخده ونعمل وايرلس مود ستيشن، ونبدأ نضغط على علامة الصح علشان يظهر معايا مكانة الأجهزة تحت اللوكو ستيشن. وطبعا مش هنلعب في أي حاجة هنا، إلا هنخش نضغط على كلمة الإنابل دي، ونبدأ ناخد يا جماعة اللي هي لا كده مش مظبوط. ممكن تختارهم كلهم ويشتغل معاك عادي، هيبدأ يربط عادي برضه، يعني أنا جربت كده وكده. وممكن لو يا عم احمد لا مش هقدر اخد التشانلات دي كلها، الترددات دي كلها مش اهو يا عم ماشي مفيش اي مشكله، امسح دول كده. فاكر الترددات بتاعتنا الاولانيه اللي هم كانوا 6 ترددات اللزاز دول؟ هم بصوا كده اهم 5 740 5 735 5 730 5 725 5 750 5 745، او ممكن انطقها بحاجة تانية 5740 5735 5730 5725 5750 5745. ببدأ اضغط عليهم اوكي، ما بعملش اي حاجة تانية في اللوك ستيشن خالص ولا اعمل اي حاجة. ببدأ اضغط بس اشوف الدنيا فيها ايه، ببدأ اقول له يا سيدي دخلني اعمل لي بحث على الشبكات الموجودة ووريني. هو بيبدأ ينتظر شوية ما يبدأ يبحث على الشبكات اللي هي موجودة في الجو عندي، ويبدأ يظهرها لي. طيب لو الشبكات ما ظهرتش معايا بسرعة وانا عاوز اربط واخلص، ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقول لك حاجة سهلة وبسيطة خالص انت ممكن تعملها، ممكن انت تخش تاخد اسم الشبكة، تمام، اسم الشبكة من هنا تمام، وتاخد الماك ادرس بتاع الجهاز، وتبدأ ان انت تيجي تضيفهم في اللوكو ستيشن. تبدأ تضيف هنا اسم الشبكة، وتبدأ تضيف الماك بتاع الجهاز، تبدأ تعمل تشينج، وهيبدأ يشيف معاك الجهاز ويبدأ يربط عادي مفيش أي مشكلة. بس احنا بنقول ايه، نبدأ ننتظر معانا ما يبدأ يبحث براحته، لأن زي ما انتوا عارفين الجهازين قريبين أوي من بعض، فبيبقى صعب ان هو يبدأ ان هو يدور على الجهاز زي ما بيكون في الجو. فهو كده احنا مش محددين له تشانلات، لو محددين له تشانلات كتير ممكن هيجيب لك الجهاز على طول، بس انا محدد له 6 تشانلات بس، فبيبدأ ان هو يدور عليهم براحتهم، ويبدأ ان هو يظهره لك في الاخر زي ما انتم شايفين كده اهوت. زي ما ظهر لي يا جماعة اهوت زي ما انتم شايفين اللي هو الجهاز اهوت هنا كي كي، وظهر لي اسم الشبكة هنا زي ما انتم شايفين احمد كي كي 7510. ببدأ اضغط على علامة الصح ديت، وابدأ اقول له يا عم الحاج هي ديت الشبكة بتاعتي، سيف لي بقى الاعدادات بتاعتي، وابدأ اضغط ابلاي هنا. ببدأ انتظر شوية يا جماعة، ببدأ انتظر شوية ما يبدأ يتم الربط بتاعي بالراحة، ما استعجلش على حاجة، وابدأ اشوف الدنيا فيها ايه. زي ما انتوا عارفين يا جماعة الاكسس زي ما قلت جميل جدا جدا،
وكويس في مسافات 3 كيلو 3 كيلو ونص، وسعره رخيص. احنا عاملين عرض العيد يا جماعة على الجهاز دوت، سعره 450 جنيه، يعني ارخص من لوكو. الانتنة بتاعته زي ما انتوا عارفين او على الجهاز 15 dB، هي يمكن انتنة النانو ستيشن اعلى منه بدي بي، بس النانو ستيشن لشغل تاني لان شركة عملاقة برضك، فما بقدرش ان انا اقول تيبي لينك اعلى منها. تيبي لينك هي عاوزة توصل لدرجة منها، مش هتوصل قد، لان شركة نزلت منتجات رهيبة جدا في الشغل او في الصناعة او في مدى البث وقوة البث بتاعته. زي ما انتوا عارفين يا جماعة، هو هيبدأ يربط معايا ونبدأ نشغل معانا الانترنت ونبدأ نخش نشوف الدنيا فيها ايه على الجهاز. بالفعل ربط يا جماعة اهوت، ابدأ اخش اهو، بيبدأ كده يهنج معايا يا جماعة. الجهاز مش هيفتح معايا طالما ربط بسرعة الا اما اخش على الجهاز على طول. يعني هاخد سلك، ثواني هاخد سلك من هنا يا جماعة اهوت، هاخد سلك من النانو ستيشن اهو، تاخد سلك بتاعي افصل بس اهو، ابدأ اخش على قطعة الباور بتاعتي اهو، هيبدأ يفتح معايا بسرعة اللي هي صفحة اللوك ستيشن. زي ما انتم شايفين اهو فتح معايا على طول، الكلام مطابق زي ما بيتكلم يا جماعة. زي ما انتم شايف اهو بدأ ربط على الإشارة 40، وبدأ ربط معايا على الاسم الشبكة احمد كي كي 7510 على نفس الشبكة اللي احنا اتكلمنا عليها. يعني بالفعل يا عم احمد كلامك مظبوط، مفيش فيه اي مشكلة. طيب الاكسس بوينت تيبي لينك 7000، زي ما انتم شايفين هم جايبين هم جنب بعض يا جماعة الجهازين، يعني عشان ما حدش يتكلم في حاجة، جنب بعض الجهازين. ولو جيت شفت نويز هتلاقي 91، ولو جيت دورنا لو ركبنا الكوهين جنب بعض هتلاقي نفس البتاع ده 90 91. يعني الجهاز يعتبر هو بقى في الدرجة بتاعته، درجة الليكو والنانو ستيشن. ما عملتش حاجة، حاجات بسيطة عادي، بختار الدولة بتاعتي اللي انا بشتغل عليها مفيش اي مشكلة، وبختار اي دولة عشان ما حدش يقول لك انت بختار دولة معينة، عادي بختار بقى الاوتو 2040 هي ما غيرتش حاجة. خدت شوية شنلات او ترددتهم، هما الست ترددات بتوعي، تمام، ادي 2 4 5 6، ممكن اخدهم كلهم وهيبدأ يبحث معايا بسرعة ويجي على السريع مفيش اي مشكلة. بس انا ما بكترش على الحاجة عشان ايه، يعني ايه في المعقول او في الحاجات اللي انا مجربها عندي على الجهاز. الجهاز بقاله فترة انا بجرب فيه وبشوف الدنيا الكويسة فيه ايه وشغله. طيب لما اخش على الجهاز اللي هو التوبي لينك بالمرة، يعني اعرفك ان هو بيربط ازاي او بيربط منين. زي ما انتم شايفين الماك ادرس، عشان نخش بس نشوف الماك ادرس. الماك ادرس زي ما انتم شايفين اهو 10 يا جماعة 2 اف، تمام. هبدأ اخش اشوف اللي هو يا جماعة اللي هو افك، بس اسف بس عشان السلوك كله جنبي هنا من لخبطة. اجيب دوت، اجيب افتح القطعة بتاعت تبلينك. فتحت معايا اهيت، عشان بس دخلنا عليها مرة واحدة، لو عملت لها تحديث تاني تبدأ تفتح بشكل طبيعي خالص، تمام. نخش على الوايرلس يا جماعة، أبدأ أخش هنا على الوايرلس تحت السيتنج. بيبدأ أول بيقول لك في هنا عندك عامل واحد عميل، أو في ماك عندك عامل كونكت أوت 10.2 F زي ما اتكلمنا على الشبكة، وبدأ رابط معاك مفيش أي مشكلة. بيبدأ يعمل الصفحة دي بتعمل ريفرش لوحدها كل شوية، يعني بحيث إن لو في أي جديد، أي ربط جديد، أي تشانلات جديدة، بتبدأ إن هو يربط ويتفاعل معاها أوتوماتيك. أنا ما بجيش جنب حاجة وبص، وبيعمل لوحده أصلا أهو، تمام. يعني جهاز كويس جدا مفيش أي مشكلة، رابط معايا. طب نجرب النت كده ونشوف الدنيا فيها إيه يا عم أحمد. طيب المفروض إن أنا أستقبل من على اللوكو ستيشن، يعني هاخد سلك اللوك ستيشن، هاخد سلك دوت بتاع النت اللي جاي من السيرفر، احطه في اللان بتاع الاكسس تبلينك اهو، تمام. وهبدأ هاخد سلك جاي من اللوك ستيشن اهو، وهبدأ اخش اشيل الايباد بتاعتي
بس انتر تأكيد على اوكي. بدأ يفتح معايا يا جماعة تحت الشاشتين ظهر على طول، لو فتح معايا على طول الدنيا دي فتحت معايا على طول، يبقى كده بالفعل دخل معايا بماك الجهاز بتاعي، وانا فاتح للجهاز بتاعي باي بيز. يعني انت كده شغلك يا عم احمد مظبوط، مفيش فيه اي مشكلة. طيب لو انا دخلت على السيرفر بتاعي يبدأ، لو انا بص شوف يعني انا بديلك بجيب لك من البداية للنهاية عشان تشوف كلامي صح ولا لا. بص 10.0.0.88 لو دخلت على السيرفر بتاعي ماشي، انا اسف جدا لان في صور كتير كده وفي شغل كتير بنزله سطح المكتب مش عارف ماله كده. لو دخلت هنا اهو هتلاقي 10.0.0.88 مفتوح له بالفعل، يعني انت كده شغلك مظبوط يا عم احمد. طيب لو دخلت على الجروب بتاعنا اهوت المدونة يا جماعة اللي الناس بتتكلم، انا ليه مدونة بنحط عليها الشرح وبنرفع عليها كل حاجة عشان مش كل واحد عاوز واحد يعني ايه يقعد له او يكون ليه ايه درس مخصوص ان كل واحد اقعد اقول له اعمل كذا كذا كذا، لا انا بخش على المدونة ودور عليها والشرح اللي انت عاوزه ممكن انا اخش اعمله لك وارفع، عشان ايه ما ينفعش ان انا كل شوية يعني ارفع لواحد حاجة او كل واحد يعني كتير، انا كتير عندي، فانا كنت قافل الصداقة من زمان، فلما فتحتها لقيت في ناس كتير دخلت عليا، يعني كنت فتح من زمان خالص كان النهارده ولا عندي ولا 7000 واحد، كنت انا خلاص يعني الواحد طلع من هدوم، فكفايه اول اللي عندي كده. فانا بقى بحاول ان اساعد الناس وساعدني، حاول انت تساعدني ان انت تعرف حاجه اسمها تيم فيور، يعني انت تعرف انت توصل للسويتشات عشان اخش على البورده، ان انت تعرف اصلا تغير ايبات الرواتر، في حاجات لازم المفروض ان انت تعملها عندك، مش ان كل حاجه ان يتصل عليه اشاره ضعيفه. طب الاشاره ضعيفه نعمل فيها ايه؟ يعني في الجو في حاجات ان المفروض ان انا اعملها في الاعدادات برمجه مش عارف سوفتات ممكن اساعدك فيه، انما في حاجات لازم ان انت تكون انت اللي تشتغل بايدك، او انت اللي توصل لي او تشيل اللي تحط لي ساعدني عشان احس احللك مشكلتك واضحه، انما هتسيبني كده واقف او هتتكلم في التليفون وتقول لي ساعدني تاني ظروفي انت بتصعب عليا بس ساعدني عشان اخلص مشكلتك واضحه. بكده الناس شافت يا جماعه الشغل اهوت، وان شاء الله في شرح برضك ممكن ان شاء الله نشرح الجهاز الانجينير لو نربط عليه وكده. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أخوكم أحمد العربي.